السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع القصص الهادفة التربوية الهادفة والقصص النافعة. قصتنا لهذا اليوم تتحدث عن مجموعة من الضفادع. هذه المجموعة من الضفادع قررت أن تخوض سباقا فيما بينها وأن تتسلق برجا عاليا. وبالفعل قام هؤلاء الضفادع بتحديد اليوم الموعود وتحديد يوم المسابقة، واجتمعت الجماهير لكي تشاهد أي هذه الضفادع سيصل إلى برج القمة أو قمة البرج. فبدأت الضفادع في التسابق لكي تصل إلى البرج، وما أن وصلت إلى البرج حتى بدأ هتاف الجماهير بأنه لن تستطيعوا أن تتسلقوا هذا البرج العالي ولا أن تصلوا إلى القمة. فأخذت الضفادع تحاول وتحاول، مرة تلو المرة، مرة تلو الأخرى، تحاول أن تصل إلى قمة البرج، لكنها كانت تفشل في كل مرة إلا ضفدعا واحدا أخذ يحاول ثم يحاول، وبعد مرات ومرات استطاع رغم هتاف الجماهير ورغم ادعائهم بعدم قدرة هذا الضفدع أو الضفادع بأن يصلوا إلى القمة، استطاع هذا الضفدع أن يصل إلى قمة البرج. فعندما انتهى السباق أراد أحد المتفرجين أن يعرف كيف أو استطاع هذا الضفدع أن يصل إلى قمة البرج. فعندما اقترب منه وسأله وجد بأن هذا الضفدع في الحقيقة هو ضفدع أصم. العبرة من هذه القصة الخيالية هي لا تستمع للكلمات السلبية وللأفكار السلبية التي يبعثها لك الآخرون، لأنك في الحقيقة تستطيع أن تصل إلى أي هدف ما دمت وضعته نصب عينيك. وصدق من قال: من سار على الدرب وصل. والسلام عليكم ورحمة الله.